اتلتيكو من جديد، ده كان كلام نجوم الفريق الاهلي اسلام محارب وسعد سمير. سعد سمير بيتكلم ان يبقى فيه اندفاع هجومي من فريق تاون شيب، لكن اعتقد يا سعد ان هو لسه مش هيبقى فيه اندفاع هجومي خالص دلوقتي، لسه التاون شيب مش هيبدا بالاندفاع الهجومي الا لو احرزنا هدف باذن الله، وده المطلوب. لكن اكيد هيلعبوا نفس اللعب بتاعهم، بقى فيه حرص شديد ان هم ما يدخلش منهم جون، هيبقى فيه تركيز هجومي اكتر من مباراه برج العرب. عشان كده ان شاء الله لازم الاهلي يجيب جول والتاني باذن الله في هذه المباراه. تعال نشوف فريق الاعداد محضر لنا جرافيك نشوفه مع بعض. قدام حضراتكم طبعا تاون شيب البتسواني والاهلي المصري. ده مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا الادوار التمهيديه. الاهلي طبعا كان كسب منانا في القاهره 4-0 وكسب هناك الاهلي 3-1. مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا لسه دور المجموعات، الاهلي في الترجي التونسي كان انتهى بالتعادل السلبي 0-0. كامبالا سيتي في اوغندا الاهلي خسر 2-0. انا قلت لحضراتكم قبل كده كانت مفاجاه كبيره لينا كلنا، الاهلي 3 تاون شيب البتسواني المباراه السابقه. ان شاء الله النهارده نبارك لكم في هذه المباراه، تاون شيب بتسوانا مع الاهلي، الترجي التونسي مع الاهلي، والاهلي مع كامبالا سيتي. دي اخر لقاءات الاهلي ان شاء الله. ده مشوار تاون شيب كسب 3 المريخ السوداني وخسر من المريخ السوداني في السودان 2-1. يانج افريكا افريكانز كسب تاون شيب 2-1 وتاون شيب بتسوانا تعادل 0-0 مع يانج افريكانز. لسه في مشوار تاون شيب كسب كامبالا سيتي 1-0، الترجي التونسي كسبه 4-1، والاهلي المصري كسبه 3-0. تاون شيب بتسوانا النهارده مع الاهلي ان شاء الله، الاهلي يفتي اوغندا مع تاون شيب. الاهلي في المركز الثاني وتاون شيب رولز في المركز الرابع. ده جدول ترتيب المجموعه الاولى. الترجي الرياضي زي ما قلت لحضراتكم عنده 7 نقاط بيحتل بيهم المركز الاول، والاهلي المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، كامبالا سيتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتاون شيب رولز متزايل هذه المجموعه في المركز الاخير ب3 نقاط. والترجي زي ما قلت لحضراتكم متقدم 1-0 على كامبالا سيتي، فلغايه دلوقتي 10 نقاط. مباريات الجوله الرابعه في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله، بريميرو انجولا مع زيسكو يونايتد، دي نتائج الامس 2-1، الدفاع الحسمي في المغربي في فاك سطيف 1-1، سان داونز جنوب افريقيا في توجو 2-1، والنجم الساحلي 2-0 مع مبابان سوالس وزي. لسه في مباريات الجوله الرابعه ان شاء الله يوم النهارده السبت، كامبالا سيتي في اوغندا الساعه 3 في الترجي التونسي. قلت لكم الترجي متقدم 1-0 لغايه دلوقتي، لو في نتيجه يا كريم قول لي. تاون شيب بتسوانا مع الاهلي المصري ان شاء الله بعد قليل، والوداد المغربي 8 مع حوريه غينيا، ومولوديه الجزائر الساعه 9 ان شاء الله مع مازنبي. دي كانت الاحصائيه اللي محضرها فريق الاعداد النهارده. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا، كلنا منتظرين ال3 نقاط، جماهير ومشجعين واداره، واحنا كل الناس مستنيه النهارده 3 نقاط مهمه جدا يرجع بيهم الاهلي لمكانه الطبيعي ان شاء الله، ويرجع يحارب على الكاس الافريقيه الغاليه جدا علينا. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي كابتن ماهر همام والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن الكبير كابتن ربيع ياسين. فاصل استنوا